اهلا وسهلا اخواتي، كراكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بفيديو مغاير تماما على العاده وعلى الكوزينه. غدا ندير لكم واحد الوصفه اولا ماسك للوجه او مرطب كريم، المهم تسميوه كما بغيتو، بجوج ديال المكونات اللي ساهلين وبساط ومتواجدين في كل بيت. وهنا اخواتي كما كتشاهدوا، هذه خديت حبه ديال البطاطا وبغيت نوريها لكم، يعني البطاطا تكون غير صغيره ماشي بالضروره تكون كبيره، وسلقتها في شويه ديال الماء، يعني الجهد اللي غادي تسلق فيه انا قطعتها بالقشره ديالها، ما حيدتش ليها القشره لان القشره ديال البطاطا مهمه بزاف. وغادي نستعمل نصف ديال الحامضه، يعني هادو غير جوج مكونات، يعني ما كاينش شي حاجه يعني اللي صعيبه اولا ماشي متواجده في البيت. غدا ناخذهم وناخذ هاد البطاطا هادي وغدا نطحنها كما كتشاهدوا. غدا ناخذ البطاطا وغدا نطحنها، كيولي الشكل ديالها كريمي. وهنا اخواتي كما كتشاهدوا، هذا كيولي هو الشكل ديال البطاطا، هذا الشكل كتولي. هذا ناخذها ونوضعها في هذا هكذا الصغير. وبعد ما زدت القطرات ديال الحامض اولا عفوا يعني الحامض الكافي جالسه ولا تخليه في وجهي تقريبا شي ساعه. ما تخافوش هاد المكون كما قلت لكم راه واخا تكون البشره الجافه، يعني راه حتى هي ندير ليها لان انا البشره ديالي جافه وحساسه، كنستعمل هاد الطريقه. غير هو ملي تصلوا الوجه ديالكم ضروري ديروا الكريم المرطب او زيت الزيتون حتى هو تيكون مزيان، ولا الخليط المتبقي اللي عندي غدا نستعمل به، يعني غدا نخلط به، يعني ندير معاه الكركم او العسل، ما غاديش نضيعو. وهاد المكونات هادو اولا هاد البطاطا مع الحامض راه كتصبر لمده اسبوع في الثلاجه، وان شاء الله جربوها اكيد غادي تعجبكم، ويمكن لكم تستعملوها حتى البلايص اللي تيكونوا هكا كحلين بحال السيدات حنا كنصليو، ولا ما كنتيش مفرشه شي طابيه هكا تكون غليظه اكيد كيوليو عندك لي تراس كحلين في الكبد ديالك، كيبداو كيوليو اللون ديالهم هكا ميل الكحوليه. ديروها اكيد غادا تصفي، والحامض راه كينقي البشره وفيه الفيتامين سي، وحتى البطاطا حتى هي كتنقي البشره وكتحيد ليها يعني هذوك الهالات السوداء. وان شاء الله كنتمنى هاد الخلطه هذه تعجبكم، وإلا عجبتكم وجربتوها ديروا لي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. وكنرحب كاع البنات اللي انضموا عندي جداد القناه وكنقول لكم مرحبا بكم. وهنا حبيباتي كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، واكيد اكيد الوصفات راهم دائما في المرتبه الاولى بالنسبه ليا، كيعجبني الاكل انا مجرد هاويه الحق، كيعجبوني الوصفات وكنبغي نبارطاجيهم معكم هكا، كنكسر يعني الوحده والغربه، كنبغي يعني نكون متقاسمه هكا، كنحس ملي كنلقى شي كومونتير هكا زوين كيفرحني. وكنتمنى ان شاء الله نبقاو على تواصل، والا عجبكم حال هاد الوصفات اللي كنستعمل هكا اللوجه خليوها لي في التعليقات، اكيد غنبارطاجي معكم لان حتى هما كيعجبوني.
وانا من محبين هكا الماسكات، ودائما كنبحث وكنجرب. اكيد عاد كنبارطاجي معكم، وغادي نخليكم دابا. وما تنساوش ديروا لي لايك وسبسكرايب. الناس اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناة اشتركوا، مرحبا بكم والسلام عليكم.